السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه شيوات مختاره. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم وصفه بخبز تورتيلا تنفعك بزاف الا كنتي مشغوله وما عندكش الوقت. اسهل ما يكون، كتحضر بسرعه بواحد الحشوه لذيذه، مكونات اقتصاديه، غادي تولي معتمده عندك. ودابا تبعي معايا الفيديو تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجة ممتعة. أول حاجة غنبدا بالحشو. عندي هنا الكفتة، كتبقى الكمية على حساب عدد الأفراد. عندي واحد الفلفلة قطعتها هكا طريفات رقاق، بصلة كبيرة قطعتها طريفات رقاق. عندي في العطرية الملح كتبقى على حساب الذوق، معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة صغيرة ديال الكمون. عندي هنا واحد ثلاثة الفصوص ديال الثوم محكوكين، وعندي شوية الزيت فاش غنطيب هاد العناصر. خديت هنا المقلة درتها فوق النار، غندير فيها الزيت قياس واحد ثلاثة المعالقات. غندير البصلة، غير تشحر ونخلي البصلة تتشحر مزيان. البصلة هي اللي تتشحر، عندي الكفتة، نحاول نفتتها. بهذا الشكل غندير البصلة، غندير العطرية، الملح، ثومة، غادي نحرك مزيان حتى طيب الفلفلة وجاسو هاد العناصر.
حتى عندنا هي طات غنطفي عليها في اللحظه. غنخليها على جنب حتى تبرد. بالنسبه لاصوص طوماط عندي هنا لاصوص طوماط جاهزه، عندي ثومه غبره، عندي الملح والبزار. غندير شويه الملحه شويه البزار، غندير واحد شويه ديال الثومه غبره، وغادي نخلط هاد العناصر. بهذا الشكل نخليها على جنب. العناصر عندي هي كلها واجده. عندي هنا الكفته اللي شحرت هي والبصيله والفلفله، عندي لاصوص طوماط اللي قديت، وعندي فرماج محكوك. نخليهم على جنب. جبت هنا هذا المول، وعندي هنا الخبز ديال الطورتيه. غناخد هاد لاصوص غندير واحد شويه هنا في القاع، غندير واحد الورقه، ندير فيها واحد شويه ديال لاصوص. ندير الفرماج، غناخد هاد الكفته والفلفله، نحاول نوزعها شويه هنا، ندير بيدي باش نتحكم فيها. درتها بهذا الشكل. عندي ورقه اخرى ديال الطورتيه، غنبقى بحال بهذا الشكل حتى نكمل كاع هاد الوريقات اللي عندي ديال الطورتيه.
كملت هاد الكميه كامله ديال الكفته اللي عندي. بقات عندي هنا ورقه واحده ديال التورتيه، نديرها هي الاخرى. دهنت الورقه كامله بهذا الشكل، غادي نحطها الفرماج. غناخذ هاد المول وندخلو الفران. خرجتها من الفران، الحق انايا خليتها واحد شويه تحمرات، كتجي بهاد الشكل كيف كتشوفوا، كتجي رائعه، راها مقرمله وطريه من الداخل. غنحاول نقطعها معكم باش غتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي رائعه. الوصفه اللي حضرت معكم اليوم بالخبز ديال التورتيلا هي هذه، كيف كتشوفوا كتحضر بسرعه، المكونات ديالها بسيطه واقتصاديه، والاهم انها كتجي لذيذه ما تشبعوش منها، غادي تعجب الكبار والصغار. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف عودتكم دائما، سهله في التحضير، مكونات بسيطه واقتصاديه، موجوده في كل بيت. دمتم في رعايه الله وحفظه.